محترف الكوره يعني. ما هو الكلام انا خدت 500 دوره على فكره بره مصر جوه مصر، مش عايز ابوظ الحوار بس انا قصدي القصه كده يعني. احنا دايما ندوس على لعيبه الكوره بشكل مش لطيف يعني. ولحضراتكم كل حد فيكم ليه وجهه نظره اللي مقتنع بيها. انا بقول وجهه نظري وانا جيت شباب شكرا. هو طبعا يعني حاجه جميله جدا الاجتماع ده اساسا، والتجمع ده حاجه رائعه جدا في الحقيقه، وفكره هايله جدا جدا، لان مفيش شك ان الاعلام الرياضي مؤثر جدا 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 في مجموعه كبيره جدا من البشر وخاصه صغار السن. احنا المشكله كلها في الاولاد الصغيره مش في الكبار. الولاد الصغيرة لما بتقعد وبتسمع حد متعصب بشكل مبالغ فيه ممكن يتبعوه تبقى مشكلة، وعايزين يقلدوه يعني. هي دي السوشيال ميديا جننت الإعلام الرياضي، والترندات جننت الناس، كل واحد عايز يطلع يهبد أي هبدة عشان ياخد الترند ويطلع يقول أنا إيه نمرة واحد في الاعلام الرياضي. طبعا ده مش هيحقق الغرض. هو في الحقيقه الفتره الاخيره يعني في كنترول رائع جدا انا شايفه من وجهه نظري، بعيدا عن وجهات النظر الشخصيه. كره القدم هي طول الوقت تنافس ما بين فرق يعني في كل حته في العالم. يعني هتلاقي التنافس ده موجود ما بين برشلونه وريال مدريد، ما بين النصر والهلال. مش عيب بيكون في تنافس، ومش عيب بيكون في انتماء. الانتماء ده هيفضل الى ما لا نهايه يعني. لكن كل واحد من حوالينا بيشتغل في قناه فئويه. انا ما اقدرش يعني اطلع بره السياق، لان انا عندي شركه هي اللي بتدير القناه، وهي اللي بتوجهني او بتقول لي وما اقولش ايه في السياق العام يعني. والمفروض ان انا بكون ماشي مع سياسه القناه اللي انا بشتغل فيها. لكن ده ما يمنعش ان الكلام في الكوره كلام شيء مش حرام، وكلام في الكوره في السياق العام ان السياق المحترم اللي ما فيهوش اي تجريح ولا اي تجاوز، من حقك انت في قناه فئويه ان انت تدافع عن النادي بتاعك في الحق وليس في الباطل. ومن حقك انت كاعلامي ان انت تتكلم في كل القضايا، ولكن بشيء من الهدوء والاحترام للجميع. احنا في النهايه كنا لعيبه كوره، وكنا موجودين في الملعب، وشفنا وعشنا كل الاجواء اللي ممكن الواحد يعيشها دلوقتي بحلوها ومرها. فبنكون حاسين باي اللي بيحصل جوه الملعب، بنقول وجهات نظرنا. مش عيب ان انت تكون زملكاوي او اهلاوي، مش عيب ان انت تدافع عن فرقتك طالما في شيء من الاحترام. يعني انا الحقيقه شايف ان الاعلام الرياضي الفتره اللي فاتت في تطور كبير جدا. دي وجهه نظري. مجموعه زملاء كبيره جدا طلعوا برامج، وكل واحد بيحاول يجتهد، وكل واحد بيقدم لون جديد. اكيد كل حاجه فيها ايجابيات وسلبيات، ولكن انا شايف ان الاعلام انضبط بشكل كبير جدا، الامور ماشيه بشكل كويس. انا كان عندي فرصه ان انا غطيت احداث كبيره جدا سواء في مصر سواء بره مصر. كل الناس المصريين في المجال الاعلامي شغالين بره، وشغالين في اوروبا، وشغالين في كل الدول العربيه. اجتماع الحقيقه رائع جدا، ان احنا نصلح الاخطاء، وان احنا اللي جاي ان شاء الله باذن الله يبقى افضل. يعني دي وجهه نظري. بحس دايما الاعلام في قفص الاتهام. اكيد كل حد عنده سلبيات، ولكن الايجابيات بتاعت الاعلام الرياضي المصري بشكل عام انا شايف ان هو بيتطور بشكل كبير، وان شاء الله باذن الله برضه ننفذ الحاجات دي عشان نكون افضل واقوى. بشكر حضرتك.